دي الجزئية المتعلقة بالفعاليات وتنظيم الاتحاد الإفريقي. من ضمن المفاجآت اللي عايز أعلن عنها النهاردة إن الشركة الإيطالية المنظمة لدور السوبر والمسؤولين عن دور السوبر الإفريقي اللي هينطلق بإذن الله يوم 20 أكتوبر هيكونوا موجودين في المغرب وهيحضروا المباراة النهائية من الملعب عشان هيعملوا تصور مهم جدا على هذه المباراة، لأنها شبيهة بالأجواء اللي ممكن تكون في دور السوبر لما يتنظم في الفترة من 20 أكتوبر ل 13 نوفمبر المقبل. وبالتالي المباراة دي هيحضرها كمان مسؤولين بارزين من الشركة الإيطالية المنظمة لدور السوبر، وأيضا عدد كبير جدا من القيادات المتعلقة بتنظيم هذه المسابقة عشان يشوفوا فعاليات هذا النهائي خلال الفترة اللي جاية. طيب النادي الأهلي بيستعد إزاي؟ النادي الأهلي امبارح كانت فيه راحة، وعقب مباراة الوداد كان فيه تدريب على طول للفريق في اليوم التالي، لكن النهاردة نقدر نقول بداية الاستعدادات الرسمية. كل اللاعبين بالكامل هتكون في المران الجماعي، والحمد لله يمكن قائمة الإصابات نقدر نقول يعني خلت بنسبة كبيرة من معظم اللاعبين اللي كانوا اشتكوا من بعض الإجهادات أو استبعدوا بشكل بسبب الإصابة في الفترة الأخيرة، أبرزهم مثلا محمد الشناوي ورامي ربيعة والعديد من اللاعبين.